بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن Python modules. What are Python modules? In Python, modules are simply files with the .py extension containing the Python code that can be imported inside another Python program. Python modules هي عبارة عن ملفات ذات امتداد .py بتحتوي على أكواد. هذه الأكواد يمكن استيرادها داخل برامج بايثون أخرى. There are two types of modules. Built-in modules, user-defined modules. في ملفات modules أساسية موجودة داخل لغة البايثون وبنطلق عليها built-in modules. وملفات بايثون يمكن تصنيعها أو عملها بواسطة المستخدم ونطلق عليها user-defined modules. لنرى الشكل الدايجرام التالي الذي يوضح هيكل استخدام المودلز داخل مين بروجرام. يكون عندنا مين بروجرام. المين بروجرام بيعمل امبورت لملفات او اكواد المودلز من خلال الموديل 1 موديل 2 موديل 3 وهكذا. الموديل ممكن يحتوي على اوبجكتس. الاوبجكتس كان بي سترينجز ليست تابلز فانكشنز كلاسز. وسنرى ذلك عمليا داخل البايثون HRM Editor كيف يتم عمل الموديل الفرعي واستيراد أكواده داخل مين بروجرام برنامج رئيسي. لنرى كيف يمكن عمل موديل فرعي من برنامج رئيسي في لغة البايثون باستخدام محرر الأكواد بايثون HRM Editor. نتجه هنا لبروجكت تاب، نضغط هنا رايت كليك ونختار نيو ونختار هنا بايثون فايل ونكتب اسم الموديل الفرعي وليكن OP ثم نضغط على مفتاح الادخال انتر. نجد انه قام بعمل كرييتنج لملف جديد op.python وبطبيعه الحال عندي هنا ملف رئيسي main.python. هنا سيتم العمل كالاتي: ساكتب اكواد في الملف الثاني op.python اي الموديل واستدعي الأكواد الموجودة داخل OP داخل الكود الرئيسي أو المين فايل. وهنا هذا هو المين دوت بايثون وOP دوت بايثون. هذا سيكون الموديل الفرعي الذي سأكتب بداخله الأكواد التي سيتم استيرادها داخل المين بايثون. نتجه إلى OP دوت بايثون ونكتب مثلا string كاسم متغير string ونسند إليه قيمة نصية ولتكن مثلا A, B, C, D, E, F. أريد أن أستدعي هذه القيمة النصية وهذا المتغير داخل الكود الرئيسي أو المين بروجرام. نكتب هنا العبارة import استيراد ونكتب اسم الموديل الفرعي OP. وبعدها هنا أكتب مثلا عبارة print وأكتب اسم الموديل الفرعي dot وأكتب هنا string. بعدها نضغط run لنرى النتيجة. كتب لي هنا في الأوتبوت ويندو القيمة النصية التي تم إسنادها إلى string الموجودة داخل الموديل الفرعي. بالطريقة دي أنا قدرت أستدعي هذا المتغير الموجود داخل الموديل الفرعي إلى المين بروجرام هنا باستخدام عبارة import. لنكتب object آخر وليكن من النوع list قائمة، فبنكتب هنا متغير list و square brackets وبنكتب القائمة الرقمية 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. نريد أن نستدعي هذه القائمة أو هذا المتغير داخل المين بروجرام، فبنكتب هنا أيضا print اطبع لي ونكتب op.list اطبع لي القائمة. نضغط run. هنا استدعى القيمة الخاصة بالليست القائمة من داخل الموديل الفرعي إلى داخل المين بروجرام وكتب هنا في نافذة الأوت بوت القائمة. ندخل أيضا أوبجكت من نوع آخر وليكن من نوع تابل، فبنكتب هنا تابل يساوي ونفتح براكتس وبنكتب مثلا هنا 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. نستدعي هذا التابل، نتجه هنا ونكتب print اضع لي اسم الموديل وبعدين اسم المتغير من نوع tuple ثم click run تضع لي هنا tuple المجموعة.
نسند إليه أيضا object من نوع آخر وليكن function. نعرف هذه الدالة def أو define function مثلا sum، ونفتح brackets ونكتب هنا البارامتر الخاصة بالfunction A و B. أنا أريد أن أجمع متغيرين، بعدها نأخذ كله ونكتب عبارة print اطبع لي قيمة مجموع المتغير A plus B. نريد أن نستدعي هذه الدالة داخل المين بروجرام، فبنكتب هنا op.sum اجمع لي، وندخل هنا للبارامتر الأول قيمة رقمية 5 والبارامتر B القيمة الرقمية 3، نضغط run طبع لي 8. هنا طبعا اللي عمله أخذ الخمسة أدخلها للبارامتر A، وأخذ 3 أدخلها للبارامتر B وقام بجمعهما وطبع لي النتيجة في الأوتبوت. يمكن إدخال كلاس، نكتب هنا كلاس my class كولوم، داخل هذا الكلاس سأنشئ متغير وليكن I integer، وأدخل إليه الأرقام التالية. أريد أن أستدعي هذا المتغير الرقمي من داخل المين بروجرام. نذهب إلى المين بروجرام وننشئ متغير يأخذ هذا الكلاس x بتساوي up اسم الموديل الفرعي dot، ونستدعي my class مدبوعة ب mpt brackets، وبعدها بنكتب هنا عبارة print اطبع لي x.i. سوف يستدعي المتغير الرقمي الموجود داخل الكلاس، وهذا الكلاس بطبيعة الحال موجود في الموديل الفرعي. نضغط run طبع لي قيمة المتغير الرقمي الموجود داخل الكلاس. نذهب إلى الموديل الفرعي وندخل أيضا داخل الكلاس دالة define f، ونفتح brackets نكتب هنا عبارة return بين single quotes hello my friends. نريد أن نستدعي الدالة f الموجودة داخل الكلاس الموجودة داخل الموديل الفرعي، فبنذهب هنا إلى المين بروجرام وبنكتب هنا print اطبع لي x dot، ونكتب اسم الدالة f، ونضغط run يطبع لي hello my friends في الاوتبوت ويندو. بهذه الطريقة عرفنا كيف يمكن عمل موديل فرعي وإدخال objects من أنواع مختلفة. أدخلت هنا على سبيل المثال object من نوع string أي object نصي، object من نوع list من نوع قائمة، object من نوع tuple من نوع مجموعة، object function هنا أدخلته، والobject my class أدخلته، وتم استدعائهما في المين بروجرام. طبعا هنا تم الاستدعاء من خلال عبارة import of، لكن يمكن استدعاء دالة واحدة. لنفرض أن الموديل الفرعي يحتوي على آلاف من الدوال وكثير من الأوبجكتس، لكن أنا لست في حاجة إلى كل الأوبجكتس الموجودة داخل الموديل الفرعي. يمكن استدعاء أوبجكت واحد وليكن سترينج أو ليست أو تابل كل على حدة. يمكن فعل ذلك، بحذف هذا الكود واكتب هنا from OB اللي هو الفرعي import وليكن المتغير string، ونكتب هنا print اطبع string، كليك run طبع لي هنا المتغير string. يمكن أيضا استدعاء المتغير list، نكتب هنا comma list، يستدعي هنا متغيرين فقط المتغير string والمتغير list. نطبع المتغير list print list، ثم كليك run طبع لي القائمة list. يمكن أيضا استدعاء المتغير tuple، نكتب هنا comma tuple، وطباعة الطبل فبنكتب هنا print tuple، ثم click run طبع لي الطبل المجموعة. يمكن أيضا استدعاء function، نكتب هنا comma sum، و نكتب هنا الأمر sum اجمع لي
الفاليو 3 وهنعطيها ايضا فاليو 5. هنا اسند للA والB 3 و5 للبارامترز المكتوبين هنا داخل الداله، لان الداله تحتوي على تو بارامترز A وB، فبستدعيهم هنا واسند لهما قيم رقميه. نضغط على رن، كتب لي هنا الناتج 8. يمكن استدعاء ايضا الكلاس، فبنكتب هنا كوما ماي كلاس وندخل ماي كلاس داخل متغير وليكن اكس يساوي ماي يساوي ماي كلاس، ونستتبعها ب امبتي براكتس ونضع المتغير الرقمي داخل الكلاس، فبنكتب هنا برنت اكس دوت اي. نضغط رن، كتب لي المتغير الرقمي داخل الكلاس. لو اريد المتغير النصي او الداله النصيه استدعائها، فبنكتب هنا print x.f، وf هنا داله، اي هذه الداله استدعيها من داخل main program، من داخل الاكس المتغير، فبكتب هنا x.f ويستتبعها empty brackets. click run، هنا طبع لي hello my friends. وبهذه الطريقة بستدعي كل أوبجكت داخل الموديل الفرعي على حدة، لكي أتجنب استدعاء الكثير من المتغيرات الفرعية وأكتفي مثلا باستدعاء متغيرات أو أوبجكت معين محدد بصفة خاصة. اليوم كان مجرد فكرة عن استخدام الموديلات الفرعية، وبالتالي يمكن إنشاء أكثر من موديل فرعي يحتوي على وظائف متعددة. وهنا يتضح أهمية الموديل الفرعي أنه بيؤدي وظائف فرعية بدلا من كتابة أكواد كثيرة جدا داخل المين بروجرام. يمكن تقسيم المين بروجرام إلى موديلات فرعية، كل موديل يختص بوظيفة محددة أو بأداء مهمة محددة بدلا من التكرار، ويمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة داخل المين بروجرام على حسب الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.